السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في قناة السفرة مصرية، نورتوني. لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت فعلي زر الجرس وتنزلي تعملي لايك وشير وسبسكرايب. النهاردة هعمل معاكم اكلة جميلة قوي وخفيفة وطعمها حلو جدا. هعمل بطل فيها البتنجان، هعمله بطريقة تركية تعجبكم جدا. عندي هنا 4 حبات بتنجان رومي و4 حبات طماطم. طبعا انت ممكن تزودي الكمية حسب افراد العيلة عندك. هبدأ اخد البتنجانة، هاجي من النص كده وافتحها اخليها جزئين، هقسمها نصين زي ما انتوا شايفين. هعمل نفس الطريقة في باقي الكمية، طريقة بسيطة وجميلة وهتعجبكم جدا وجديدة جديدة على المطبخ البسيط. هبدأ ان انا اشيل قلب او لب البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، واحاول اخليها سميكة شوية، انا مش عايزة ارفعها عشان ما تتهريش مني. وهبدأ اعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. طبعا القلب اللي بيتشال ده انا هوريكم هعمل بيه ايه تاني. كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي، هاخد القلب بتاع البتنجان وابدا ان انا اقطعه قطع صغيره، وهملحه بالملح والفلفل ومعلقتين زيت، واحطه في الفرن يستوي لمده ربع ساعه، لاني لو قليته هيشرب زيت وهتبقى الاكله بتاعتي دسمه، وانا عايزاها اكله خفيفه ويعني صحيه نوعا ما. عندي هنا الطماطم، هبدأ أشيل الحرف بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ إن أنا أشيل القلب بتاعها، وهعمل نفس الطريقة في باقي الكمية. عندي هنا البتنجان بعد ما شلت القلب بتاعه وملحته بالملح، هبدأ إن أنا أنزله في زيت غزير زي ما انتوا شايفين. أنا هنا مش هقليه، يعني أنا هخليه ياخد صدمة بسيطة كده لمدة 2 أو 3 دقايق عشان تبقى البتنجان معايا دايب كده عامل زي الزبدة. انما انا لو حطيته زي ما هو سليم وحشيته هيبقى طعمه مش حلو، واحس ان هو مسلوق وطعمه مش حلو خالص. كده انا اديته عالية بسيطة من القشرة ومن القلب زي ما انتوا شايفين لمدة 3 دقايق مش اكتر. هبدأ اصفيه بقى وهاجي اعمل الحشوة بتاعتي. عندي هنا معلقة سمنة كبيرة، وممكن تستبدليها بزيت لو حابة. وعندي هنا بصلة متوسطة مفرومة، هبدأ ان انا اشوح البصلة بتاعتي. عندي هنا 1/2 كيلو مفروم، هبدأ ان انا اشوح اللحمة المفرومة بتاعتي. وممكن هنا نستعمل صدور الدجاج المفرومة بدل اللحمة المفرومة، هتبقى طعمها حلو جدا برضو، هعملها لكم مرة ان شاء الله. طبعا هبدأ احط الفلفل والملح والبهارات بتاعتي والشطة، خلاص اللحمة بدأت تدخل في السوا زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى احط باقي المكونات. عندي هنا قرن فلفل حراق قطعته مكعبات صغيرة، وعندي هنا 2 معلقة ذرة سويت كورن، لو مش موجودة خلاص تمام ممكن تكملي الوصفة من غيرها، بس هي بتدي طعم جميل جدا جدا وليها فوائد كتيرة، وطبعا هتعلي القيمة الغذائية للوصفة بتاعتي. عندي هنا 1 كوباية صوص طماطم زي ما انتوا شايفين، هبدأ احطها على اللحمة المفرومة. خلطة جميلة وممتازة جدا جدا، وينفع ان انا اعمل بيها المكرونات هتبقى حلوة قوي. هحط هنا فلفل اسود وملح، وكده خلاص
استوت معايا. عندي هنا البتنجان اللي قلتلكوا عليه القلب، حطيت عليه ملح وفلفل وحطيته في الفرن. هبدأ اخده واحطه في الطاجن بتاعي. طبعا الحشوة اللي انا عاملاها هبدأ اخد منها معلقتين واحطهم على قطع البتنجان عشان يبقى كله طعم واحد وطعمه جميل جدا. وفعلا القطعة دي هتلاقوا طعمها حلو قوي. هبدأ اخد البتنجان بتاعي وارصه بالتساوي زي ما انتوا شايفين. وصفة جميلة وشيك، ينفع تقدميها في العزومات وهتعجب الناس جدا. هبدأ بقى احط الحشوة بتاعتي في قلب البتنجان، جميلة وريحتها حلوة قوي. هكمل باقي الحشوة بتاعتي. وبعد كده بقى الطماطم اللي انا قورتها هملحها بملح وفلفل اسود بسيط جدا عشان ما تبقاش طعمها مالح قوي. وابدأ ان انا احشيها بالحشوة زي ما انتوا شايفين، وهرصها مع البتنجان. طعمها حلو قوي وحشوة جديدة ومميزة جدا. هبدأ بقى ارصها في الصينية، وطبعا الفرن بتاعي شغال. عندي هنا جبنة شيدر، ممكن تحطي موتزاريلا، اي نوع جبنة انت تفضليه. عندي هنا نوعين جبنة شيدر حطيتهم على بعض، وهبدأ ان انا احطهم فوق البتنجان. وهحطهم فوق الطماطم برضو زي ما انتوا شايفين. هبدأ احطها في الفرن بقى، انا مسخناه قبل كده، هحطها لمدة نص ساعة. في الاول هخليها عالية، وبعد كده هوطيها شوية، وهخلي بعد ما تستوي هحطها تحت الشواية تاخد لون بسيط. ما شاء الله بعد ما طلعت شكلها جميل جدا وريحتها تحفة. طبعا انتي ينفع تقدمي جنبها رز ابيض، بس احنا بناكلها بالعيش، طعمها حلو جدا، هتعجبك قوي، هتعجب الولاد جدا طبعا، لانهم بيحبوا الحاجة اللي معمولة بالجبن، فهتبسطهم قوي. ياريت تكون وصفتي عجبتك، وياريت تجربيها، وما تنسيش تقوليلي في التعليقات ايه رأيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.